السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. استعراض لجمهورية طرستان على الخريطة. هنبدأ من الجنوب، نورلات. نورلات في ناس كتير بتعتبرها ان شعبها رغم ان في تتار وكل حاجة، ولكن شكلهم ينتمي اكتر للتتار المشار وبعض الناس من تشوفاشيا. ففيها تنوع، يعني منطقة نورلات هي طبعا مش المنطقة دي، هي نورلات كبيرة شوية، بس في مناطق لنورلاتسكي بقى فيها ريف، أرياف، دي كلها أرياف زي مثلا ياكوشينو وأبريس، أبريسينو أو أبريسكينا، أبريسكنا و بوطايخة، دي أعتقد مدينة برضه صغيرة. المهم في المنطقة دي لينينجورسك برضو تعتبر من الأماكن اللي هي فيها تتار المشارلار. منطقتها كبيرة بس معظمها أرياف، يعني هي مش مدينة كبيرة. في هنا ألميتريسك، مدينة مشهورة بالبترول. أزناكايفا، أوروسو، المدينة اللي أنا كنت فيها وصورت فيها قبل كده لو تفتكروا. وعندنا هنا قريب ليها مدينة بابلي، ودي مدينة مش قرية. لازلنا ده كله في تاترستان، هتلاحظوا ده كله في الخط ده كده تاترستان. عايز تطلع لباشكيريا وتروح على طويمازي، حدود تاتاريا هنا وباشكيريا هنا، فطويمازي اهي وهنا أوروسو، فرق الخط منهم هنا وانت ماشي على الطريق هيقول لك اهلا بك في تاترستان. انا بخش من هنا. هنا مثلا في مدينة صغيرة جدا تعتبر قرية اسمها مصطفينو، جاي من اسم مصطفى طبعا. هسيبكم تبصوا على الجزء الفوقاني كده، الجزء اللي على اليمين ده ما فيهوش غير نابريكي تشيمي وبوبولما. عندنا يلابوجا، بوبولما تحت، عندنا هنا يلابوجا فوق، ونابريكي تشيمي ومامادش في الأماكن المهمة هنا. الناس بتقعد طبعا على